رحيل ساديو ماني، وجود داروين نونيز، وجود هالاند في الدوري الانجليزي كمنافس على لقب الهداف، مأثر شويه على محمد صلاح من وجهه نظرك؟ فيما يخص الناحيه التهديفيه، انت بتتكلم على واحد هداف البطوله في كل المواسم اللي شارك فيها، يعني حتى لو بالمشاركه في حد دخل معاه مره سون، مره اوباميانج، مره مش عارف مين، بيبدلوا عليه محمد صلاح. بس محمد صلاح موجود بالظبط. طيب خليني اقول هو ليه مأثر، مش فكره ان هو مأثر في المطلق، لانه الطبيعي ان هو ما يبقاش مؤثر. بس الفكره انضمام هالاند، الطبيعي ان هو ما يبقاش مؤثر، بس انضمام هالاند جه مرتبط في نفس اللحظه برحيل ساديو ماني وانضمام داروين نونيز. ده غير شويه في حاجه. ساديو ماني وروبرتو فيرمينو كانوا بيخدموا في الاساس على محمد صلاح. محمد صلاح هو الوينج رايت بتاع الفرقه، ولكن هو اللي بيقطم على جوه لما روبرتو فيرمينو بيرجع بره المنطقه عشان يلعب دور التسعه ونص او البلاي ميكر، عشان في خطه 4-3-3 مفيش بلاي ميكر صريح. في مشكلتين عندنا في ليفربول اثروا على الناحيه التهديفيه عند محمد صلاح. رقم واحد هي اصابه تياجو الكانتارا في اول سيزون، في اول مباراه في السيزون، خطه 4-3-3 وان كانت لا تعتمد على بلاي ميكر، ولكن لازم واحد من ثلاثي الوسط يبقى مميز في الناحيه التمريريه، عنده القدره على تمرير الكوره بشكل كويس ونقل الملعب من نص ملعب الفرقه بتاعته للفرقه المنافسه في اقصر عدد لمسات او في اقصر وقت ممكن. غياب تياجو الكانتارا عن بدايه الموسم خلى انه في الكره ما بتطلعش من نص الملعب بسهوله. وغياب روبرتو فيرمينو عن الخط الهجومي خلى انه ما فيش صناعه لعب من الجزء الامامي. فبالتالي تحول محمد صلاح من ان هو المهاجم الوهمي اللي بيخش جوه المنطقه من الوينج ليفت، الكات انسايد من الوينج ليفت عشان خاطر يبقى هو الجول ماشين، بقى هو اللي بيخدم على لويس دياز اللي لسه مش قادر ينسجم شويه مع خطه يورجن كلوب، وعشان يفضي لداروين نونيز. ليه يفضي لداروين نونيز؟ داروين نونيز عكس روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو بينزل تحت بيبقى 9 ونص او مهاجم محطه او ان هو بيصنع اللعب. داروين نونيز العكس، مهاجم صريح. داروين نونيز مهاجم وبيميل على الاطراف اكتر، بيحب يطرف نفسه، فبالتالي لما بيطرف نفسه بيقفل على حد من الجنبين، فبالتالي بتلاقي فيه جبهه عطلانه، فبالتالي محمد صلاح بيفضي له المساحه ويتحول هو الى المهاجم الوهمي او التسعه ونص اللي هو مكان روبرتو فيرمينو. فده بالتالي محمد صلاح اكتر لاعب مساهم بكي باسز في الدوري الانجليزي الموسم ده في عدد ماتشات قليل جدا ب 21 كي باس. ده لو دل على شيء فيدل على تغير الدور بتاع محمد صلاح اللي بيقوم بيه في الملعب. بس كده.